في يوم عيد ماضية للأمام بخطوات واثقة لا تنظر للخلف وفاتا بل تتقدم بجبارة إلى الأمام. هي أيضا ممثلة الطلبة بمجلس جامعة القاضي عياض وأيضا عضو مجلس تدبير جامعة القاضي عياض الأستاذة الباحثة نوال اليتيم تتفضل مشكورة إلى منصة التدريج. وأنادي الأخ الدنيا الهدية الرمزية كعربون محبة أنادي على معكم نوال اليتيم أستاذة وباحثة بمصر المجال الجغرافي والتنمية المستدامة. تم تكريمي من طرف جمعية بامبرا للتراث الجناوي والتبادل الثقافي بأسفي رفقة العديد من النساء اللواتي قدمنا العديد لهذه المدينة العريقة. والمناسبة شرط أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى جمعية بامبرا للتراث الجناوي والتبادل الثقافي وكنشكركم بزاف على التغطية. وبغيت نقول لجميع نساء العالم كل عام وأنتن بألف خير. بسم الله الرحمن الرحيم. بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس من كل سنة احتفلت اليوم بالقاعة العروض لدار الشباب الحي العمالي حفل ناجح 100% من تنظيم جمعية بامبرا للفن الجناوي والتراث. الحفل كان جد 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 خفيف ولكنه كان غني، يعني هناك تناقض خفيف من ناحية الفقرات لكنه تضمنته فقرات خفيفة خصوصا الفن الجناوي العزف الذي قدمته الفرقة الوفاق فكانت جد 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 متميزة. وكذلك التكريم الذي خص به النساء والفعاليات الجمعوية والفعاليات النسائية بصفة عامة التي تركت بصماتها في الساحة سواء الاجتماعية أو الثقافية أو التربوية فكرمهن لأنهن عملوا أشياء كانت لها وقع إيجابي على مدينة أسفي. ونتمنى أن الاستمرارية لهن في هذه في المواقع عملهم إن شاء الله. وشكرا. السلام عليكم، بلال القماري رئيس جمعية بامبرا التراث الجناوي والتبادل الثقافي. اليوم كنحتفلوا باليوم اليوم التمارس اليوم العالمي للمرأة وبهذه المناسبة قمنا بتكريم مجموعة من النساء في فعاليات كثيرة مثل قائدة الملحقة الإداري العاشرة لطيفة الشناوي مسؤولة عن الشباب والرياضة في المندوبية الإقليمية الشبابية، أخت بشرى الصدقي رئيسة جمعية فرزان الذهبي للشطرنج وفي نفس الوقت هي رئيسة الجهة في الشطرنج النسوي، وكاين الأخت نوال اليتيم ممثلة مجلس الطلبة الماستر والدكتورة بالجامعة، وكذلك تم تكريم السيدة هبة الجمالي رئيسة الجمعية المغربية للطفل.
والأسرة. وبهذه المناسبة كنحيي جميع النساء الفاعلات، وكنشكر الناس ديال الإعلام اللي داروا لنا الحدث ونوروه لنا، وكنشكر الجميع. وسمحوا لي على هذا الارتجال، لأن مول الحفلة راه كتعرفوه كيكون مرتجل، عينيه هنا، وأنا ديالكم كاملين. وسمحوا لينا، وأهلا وسهلا بالجميع، وشكرا. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.